مر عام، مر عامان، أدلف في السنة الثالثة. نحن البشر نؤرخ لكل شيء، ميلادنا، وفاتنا، وحتى تاريخ إصابتنا بداء ما. اليوم يرتبط بالسكري، داء العصر الذي يصيب أكثر من 400 مليون شخص حول العالم. إلا أن 14 من نوفمبر لم يكن تاريخ ميلاد المرض، ولكن ميلاد أول محاربيه، الطبيب الكندي فريدريك بانتج، الذي توصل إلى الفكرة الأولى لاكتشاف الأنسولين. وعلى غير العادة لن نتحدث عن الداء، لكن ضيوفنا الليلة ثلاثة أسماء مؤثرة في سماء الإعلام السعودي، الخليجي، وحتى العربي. هم أصدقاء المرض، والذين لم يمنعهم من أن يمدوا أيديهم، وأن تتهادى أصواتهم، وأن تصل ملامحهم إلى داخل كل منزل عربي. نبيل المعلمي، مؤسس شركة ستارز إن لخدمات السوشيال ميديا، وصاحب باع طويل في الإعلام الخليجي، فهو المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بمجموعة NBC سابقا، والرجل الذي تنقل بين مختلف الأنشطة الإدارية الإعلامية، وحتى في عالم الأعمال وضع اسم الناصع هناك. والبعض لا يعرف أنه صديق لدود للسكري منذ سنوات. خلال 7 أو 8 سنوات لما أصبت مرض السكري تعلمت الكثير منه، وتعلمت كيف أتعامل معه، وصرت صار عدو الصديق، يعني صرت تعودت عليه. محمد الطميحي، المذيع السعودي الذي يدلف اليوم من باب واسع إلى كل بيت عربي. الصحفي الرصين بدأ الرحلة مبكرا بين أروقة صحيفة الرياض والإذاعة السعودية، لتقوده الأقدار إلى إذاعة NBC FM. وفي عالم الاحتراف قفزات متوالية، ولا شك أنه بات اليوم أحد الوجوه الأبرز على شاشة العربية. المذيع العاشق للدراجات النارية وصاحب الصوت الرخيم والملامح الحادة أحياناً، هو أيضاً مزامل شرس وودود لذات الداء السكري. ضيفنا الثالث ياسر العمر، صحفي سعودي تنقل كثيراً. قد يتبادر إلى ذهنك ألا مكان يفي شغفه ويكفيه، حتى استقر محاوراً بارعاً في شاشة كل العرب NBC، وقبلها سنوات طوال بين البرامج التلفزيونية والأسطر والورق والأعمدة والحبر. القلم سلاحه المشاكس ورفيقه، لكن صدمة يعرفها البعض كانت سبباً في حمله لهذه الحقيبة طيلة السنوات الماضية. الكثير من الحديث عن السكري مع أصدقائه ونجومه في حلقة الليلة.